النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. انخفضت اليوم درجات الحرارة بشكل ملموس بعدما ارتفعت يوم أمس نتيجة تأثر هناك بمنخفض الجوي الخماسيني الذي تحرك مبتعدا عن المملكة، وتزايد اليوم تأثر المنطقة والمملكة بمرتفع جوي جلب معه كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات، وكان الطقس ربيعيا معتدلا في أغلب ومختلف مناطق المملكة. اعتبارا من يوم غد الخميس، يتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، وهو امتداد متأخر، حيث أنه بالعادة يختفي هذا منخفض البحر الأحمر في هذا الوقت من العام نتيجة تزايد ما يسمى بتأثر المنطقة بمنخفض موسمي هندي. لكن هذه المرة يتزايد تأثر المملكة بمنخفض البحر الأحمر يوم الخميس، وهو مترافق مع كتلة هوائية نوعا ما حارة نسبيا، سيزداد تأثير المملكة بشكل تدريجي حتى أن يوم الجمعة كما تلاحظون يتعمق تأثير هذا منخفض البحر الأحمر ويمتد شمالا ليأثر على مختلف مناطق بلاد الشام حتى يوم السبت بمشيئة الله تعالى. ولكن كما ستلاحظون أن على خرائط توقعات الكتل الهوائية تندفع مع هذا منخفض البحر الأحمر كتلة هوائية حارة نسبيا إلى حارة قادمة من صحراء الجزيرة العربية. فإذا هذه كانت الظروف اليوم، كما تلاحظون اللون الأصفر يعني درجات حارة أقل من المعدلات، الكتلة بلون أحمر هي الكتلة الهوائية الحارة، المملكة تقع ما بينهما، وهذا سبب انخفاض درجات الحارة نهار هذا اليوم. لكن غدا الخميس يتوقع أن يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، ويتعمق هذا الارتفاع يوم الجمعة. كما تلاحظون هذه الألوان الداكنة تنم على ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الجمعة ناتج عن هذا الامتداد لمنخفض البحر الأحمر، ويستمر هذا الارتفاع معنا يوم السبت. بالرغم من ذلك، يتصادف وجود منخفض البحر الأحمر وهذه الكتلة الهوائية الحارة مع تواجد لحوض علوي بارد في طبقات الجو العليا غير معتاد لمثل هذا الوقت من العام. هذا الأمر قد يسبب على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، جالبة بعض الأمطار المحلية الرعدية. هذه الفرصة تبدأ اعتبارا من ساعات عصر يوم غدا وتستمر لعدة أيام. إذا ما نظرنا إلى خرائط توقعات الهطولات المطرية غدا الخميس، كما نلاحظون خلال ساعات النهار لا يوجد أي فرص لهطول الأمطار، ولكن مع دخولنا في ساعات المساء تنشط بعض السحب الركامية الرعدية على بعض الأجزاء العشوائية من المملكة سيما الصحراوية منها، مما يؤدي إلى فرص هطول زخات رعدية من الأمطار. أما بالنسبة في ساعات ليلة الخميس على الجمعة وفجر يوم الجمعة، تزداد فرص هطول الأمطار الرعدية على شكل زخات محلية في بعض المناطق الوسطى ومناطق الأغوار وحتى أيضا المناطق الشمالية، وتستمر هذه الفرصة موجودة حتى ساعات عصر يوم الجمعة. بشكل عام هذه أحوال جوية غير مستقرة وتكون مترافقة مع فرص لزخات محلية رعدية من الأمطار لكنها عشوائية الطابع بشكل عام. عودة إلى توقعات الأحوال الجوية، هذه الليلة درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية، تظهر كميات من السحب والغيوم أحيانا، يبقى الطقس مائلا للبرودة بوجه عام لا سيما في ساعات الليل المتأخرة. غدا النهار يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة تقترب من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، يكون الطقس بوجه عام دافئا في أغلب المناطق، مائل للحرارة قليلا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة خاصة في ساعات ما بعد الظهر والعصر والمساء، وتكون الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، ربما تترافق مع حدوث الرعد. ومع ساعات الليل تزداد فرص هطول الزخات الرعدية لتشمل أيضا بعض المناطق الوسطى والشمالية من المملكة. نستعرض سريعا درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى في مناطق المملكة، نبدأها من إربد شمال من 29 إلى 19، في جرش من 29 إلى 19، وفي عجلون من 27 إلى 18، وفي المفرق من 31 إلى 20 درجة مئوية. المناطق الوسطى في عمان من 28 إلى 20، في الزرقاء من 31 إلى 21، في السلط من 29 إلى 21، وفي مأدبة من 29 إلى 18، أما في البحر الميت فترتفع إلى 36 درجة مئوية نهارا وتنخفض الصغرى إلى 26 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك من 26 إلى 16، في الطفيلة من 28 إلى 18، في معان من 31 إلى 20، في جبال الشراء من 26 إلى 18، أما في خليج العقبة
فترتفع إلى 38 درجة مئوية في ساعات النهار وتنخفض إلى 25 درجة مئوية، وهي من ضمن المناطق المشمولة باحتمالية هطول بعض الزخات المحلية من الأمطار. في أرويجز من 32 إلى 21، كذلك الأمر هو في الصفاوي وفي الأزرق من 34 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، إذا هذه الليلة من 28 إلى 20 مع فرص هطول زخات رعدية من الأمطار، الجمعة من 28 إلى 18، أما يوم السبت فتكون من 30 إلى 19 مع فرصة أن ترتفع الجمعة لأكثر من ذلك، وهناك عدم وجود تباين في توقعات الحرارة بسبب كميات السحب المتوقع أن تظهر والتي قد تؤدي إلى أن لا ترتفع درجات حرارة بشكل كبير بسبب حجبها لأشعة الشمس. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، للقاء.